طيب يعني لحد ما يجي لنا الصوت، هو اكيد دلوقتي مراسم الافتتاح من خلال اكيد بعض العروض اللي هتكون من خلال ابناء النادي الاهلي في لعبه الكاراتيه. طبعا بيقدم هذا الافتتاح استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد في تجهيز كامل لهذا اليوم ولهذا الافتتاح عشان يليق طبعا باسم النادي الاهلي، وكالمعتاد دايما بتبقى حاجات اكيد مهمه جدا وبينجح فيها النادي الاهلي، سواء من الناحيه التنظيميه من كل الجوانب في الحقيقه. يا كابتن خالد اتفضل، لو كنت بتقول حاجه اتفضل. بكلم حضرتك ان تحقيق الاحلام. طيب معلش استاذنك يا كابتن خالد، نقدم بس الافتتاح، نروح سريعا نسمع هذه الكلمات من الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل. ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ونستهديه ونستغفره، انه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، اسره وعائله النادي الاهلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدث جديد يجمعنا في هذا المعقل، معقل النادي الأهلي، يتمثل في افتتاح صالة الكاراتيه، وهي باكورة مجموعة من الافتتاحات التي أخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على عاتقه تدشينها خلال هذا العام. هذه الباكورة سيتبعها خلال شهر أو اثنين على الأكثر مجموعة أخرى من الإنشاءات الجديدة التي تم إنشاؤها في مدينة نصر في الجزيرة، ومجموعة أخرى من الإنشاءات أيضا المزمع إنشاؤها في النادي الأهلي بالشيخ زايد. عائلة النادي الأهلي تسعد اليوم بزيارة حميمة لرجل دمث الخلق وتربطه علاقة طيبة بكل عائلة الأهلي، وهو الدكتور أشرف صبحي الذي أصر على الحضور رغم مسؤولياته. في المقدمة الكابتن محمود الخطيب وكامل أعضاء مجلس إدارة النادي، نائب رئيس النادي وأمين الصندوق وكامل الأعضاء، سعداء بهذه الزيارة. السعادة تكتمل بالنظر إلى هذه الوجوه المضيئة، إلى هذه البراعم الذين يمارسون الكاراتيه في النادي الأهلي بالجزيرة طوال سنوات إن صح التعبير في الهواء الطلق، والآن أصبحت هناك صالة حضارية بكل المواصفات الدولية، يعني تسع وتتسع لهؤلاء ليمارسوا هذه الرياضة، ما يؤكد أن النادي الأهلي ليس فقط ناديا لكرة القدم، أكثر من 20 لعبة ينفق عليها النادي الأهلي ويعد فيها البطل الأولمبي في إطار رسالته الهادفة لدعم المنتخبات القومية وأيضا إعداد البطل الأولمبي. التحية واجبة أيضا لمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وممثليه الموجودون معنا ولأسر هذه البراعم. اسمحوا لنا أن نبدأ وقائع هذا الحدث المهم واللافت بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ محمد صالح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. القارئ الشيخ محمد صالح. قبل أن نبدأ فعليا كلمات المهمة في هذه الليلة، الحقيقة أن عائلة النادي الأهلي وأسرة الكاراتيه تحديدا فقدت لاعبتين من أبناء النادي الأهلي بفعل حادثتين مؤلمتين. اللاعبتين هم ملك هاني واللاعبة مليكة أحمد صبحي. ندعو الله أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم عائلة النادي الأهلي الكبيرة والصغيرة الصبر والسلوان، وأدعو حضراتكم جميعا للوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيدتين. شكرا جزيلا. واقع الأمر أنه فلسفة الإنشاءات المختلفة بالنادي الأهلي بتأتي في إطار خطة طموح لمجلس إدارة النادي الأهلي وضعها حتى قبل أن يتولى مقاليد الأمور في ديسمبر من العام الفائت. هذه الخطة بتتمثل في تطوير كبير بفروع النادي الأهلي الثلاثة، سواء المقر الرئيسي بالجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، وحتى الفرع الرابع الذي يعني شرعت الإجراءات أو الإنشاءات في بدايتها في القاهرة الجديدة وتحديدا في منطقة التجمع الخامس. هناك جدول زمني يتعلق بهذه الافتتاحات لمساعدة أعضاء النادي الأهلي وأكثر من 15,000 عضو رياضي بيمارسوا الرياضة بالفعل في فروع النادي الأهلي المختلفة لممارسة رياضاتهم في سهولة وفي يسر، زي ما قلنا في إطار رسالة النادي الأهلي الراسخة منذ 112 سنة في هذا الوطن الكبير الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه، مصرنا الغالية. الافتتاحات زي ما قلنا لحضراتكم ربما يعني كانت هناك قبل أسبوعين افتتاح لصالة الجمباز، مجلس إدارة النادي الأهلي قام بافتتاح صالة الجمباز والتطوير الذي تم فيها، أما اليوم فهو افتتاح لصالة الكاراتيه في حضور السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. قريبا وفي غضون أسابيع وشهور قليلة سيكون هناك افتتاحات لمجموعة أخرى من الإنشاءات خاصة في أهل مدينة نصر. هذه الخطة زي ما قلنا لحضراتكم بتأتي في إطار يعني رؤية كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي التي ترتكز على إنشاءات جديدة وتطوير القائم لتليق هذه المنشآت باسم النادي الأهلي وباسم أعضائه وجماهيره العريضة في مختلف ربوع مصر. فكل التحية والتقدير الحقيقة للقائمين على هذه الإنشاءات، سواء كانوا الزملاء في اللجنة الهندسية أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيتابع عن كثب الحقيقة وكل يوم تقريبا تطور هذه الإنشاءات. عن فلسفة هذه الإنشاءات ورؤية النادي الأهلي للمستقبل، بيسعدني أن أدعو الكابتن محمود الخطيب كبير عائلة الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لإلقاء هذه الكلمة الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة في البداية برحب بدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هو مشرفنا في النادي الأهلي، وبرحب بكل زمايل أعضاء مجلس إدارة وبكل العاملين وكل الناس اللي حقيقة كلهم بذلوا مجهود كبير جدا جدا في التطوير اللي بيحصل وبيحدث حاليا في النادي الأهلي. بشكر الحقيقة أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور الفترة اللي فاتت في نفس المكان ده الحقيقة كان المبنى ده عبارة عن خيمة، وكان الحقيقة كانوا بيشتكوا من حاجات كتير، وإحنا يمكن في خلال برنامجنا الانتخابي قلنا إن إحنا في خلال إن شاء الله سنة هيكون هذا الصرح موجود بإذن الله. الحمد لله يمكن زي ما أشار الزميل قبل كده إن يمكن من أسبوعين بس افتتحنا المعدات، افتتحنا المعدات اللي احنا يعني كانت موجودة في صالة الجمباز، كافة المعدات اتغيرت، كافة الأجهزة اتغيرت، كلها تطوير. المنشأ كان موجود، لكن الحقيقة يمكن ضفنا أجزاء كتير جدا جدا من المعدات اللي تساعد أولادنا على يعني إن شاء الله النبوغ في الرياض. من هنا عايز أقول كمان، عايز أشكر الحقيقة جهاز المشروعات القوات المسلحة، هو اللي بيقوم بكل هذه الإنشاءات أو هذا التطوير في النادي الأهلي اللي ابتدى في مدينة نصر ودلوقتي الجزيرة، وإن شاء الله قريب جدا هيكون في الشيخ زايد بإذن الله. بشكرهم لأن هم الحقيقة حاطين زي جدول زمني عشان إزاي نستلم كل المنشآت والتطوير دوت في مدد قليلة بإذن الله. هنا يمكن الناس تقول مجلس الإدارة إحنا كلنا بنكمل بعض، كل المجالس من 1907 لغاية النهاردة بنكمل بعض، لكن مجلس الإدارة أي مجلس إدارة بيجي سابق أو حالي أو قادم طالما أراد إن هو يقدم نفسه للخدمة العامة فهو يستطيع، المفروض إن هو يكون على يعني يحس بالناس ويحس بأعضاء الجمعية العمومية ويحس بالجماهير ويقوم بدوره على أكمل وجه. هو دور ده مجلس الإدارة، فده مش عشان الناس ما تشكرش مجلس الإدارة، لا ده مش شكر، إحنا اللي بنشكركم على ثقتكم فينا كأعضاء الجمعية العمومية، بنشكر الجماهير على ثقتهم لأن ده دورنا وده واجبنا. من خلال الواجب بقى، النادي الأهلي له يعني له الحقيقة دور وطني رياضي وله دور وطني اجتماعي ودور وطني إنساني. دور الوطن الرياضي اللي هو النادي الأهلي أكبر داعم بالنسبة للرياضة المصرية لجميع المنتخبات، وده دور النادي الأهلي إن احنا نوفر كل السبل وكل الإمكانيات وكل المنشآت وكل الأجهزة لأولادنا عشان إن شاء الله يكونوا يقدموا حاجة للنادي الأهلي، وقبل النادي الأهلي يقدموا حاجة لبلدنا مصر بإذن الله. حاجة تانية الواجب الاجتماعي، النادي الأهلي برضو من الواجب الوطني الاجتماعي إن يتواجد في المجتمع المصري، لازم يكون له دور اجتماعي مع كل مع البلد بشكل عام وبشكل خاص. النادي الأهلي أكبر شعبية موجودة، لازم يكون له دور اجتماعي لبلدنا بإذن الله. دور الإنساني، النادي الأهلي مبادئ ولي أسس ولي قيم، ما ينفعش النادي الأهلي ينساق أو ينحدر لأي سلوك مش 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 رياضي وأي سلوك الحقيقة متدني. النادي الأهلي لازم يحافظ على ده، لازم النادي الأهلي يحافظ على المبادئ، يحافظ على أسس، يحافظ على قيم. هو ده دور النادي الأهلي اللي بأجيال بتعلم أجيال، وإحنا إن شاء الله دورنا بإذن الله نحافظ على ده للأجيال القادمة، اللي أنا متأكد إن بإذن الله هيكون برضو ده نفس دورهم، يحافظوا على كل الدور الرياضي والدور الاجتماعي والدور الإنساني والسلوكي، يحافظوا عليه على مدار الأجيال إلى أن ينتهي بين العمر. أشكركم جدا، والحقيقة الواحد النهاردة سعيد جدا أن يكون موجود في صرح كان من سنة واحدة بس صرح مش موجود، النهاردة بوجود كل شبابنا الصغير دوت اللي موجود أعتقد المستقبل ليهم، وأعتقد إحنا مفروض كلنا نشتغل لأولادنا الصغيرين ولنادينا والأعضاءنا والجماهيرنا، وإحنا بنشتغل دعم الجماهير ودعم الأعضاء هو السند الحقيقي للنادي الأهلي طول عمره وإلى إن شاء الله آخر العمر بإذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للكابتن محمود الخطيب على هذه الكلمة الضافية التي أكد فيها مجددا على قيم وتقاليد النادي الأهلي
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. هذا هو دستور النادي الأهلي، الأخلاقيات والمبادئ في المقدمة، وهذه هي الرسالة التي نزرعها في النشأ، وهذه هي القدوة التي نقدمها أيضا لأبنائنا. الحقيقة أنه ملف الشباب من الملفات الكبيرة والشائكة في هذا الوطن. مصر أمة فتية وأمة شابة، أكثر من نصف هذا الوطن من الشباب تحت 18 سنة، وبالتالي عندما يطلع وزير بهذه الحقيبة في مجال الشباب وأيضا في مجال الرياضة، والرياضة الحقيقة بتمثل البهجة والسعادة للمصريين خاصة كرة القدم، ودائما النادي الأهلي كان صانعا للسعادة والبهجة، فبالتأكيد هذا ملف يستحق أن ندعم من يتحمله كل الدعم للنهوض بالرياضة وبملف الشباب في مصر. فكل التوفيق والدعم والتحية للدكتور أشرف صبحي الذي أدعوه الآن ليتفضل بإلقاء كلمته في هذه المناسبة. السلام عليكم. طبعا بسعدني وشرفني ان انا اكون موجود النهارده، وفي الحقيقه في افتتاح مكان كبير اللي دايما بنشوف فيه افتتاحات، وكل منشأ رياضي موجود اكيد بيكون اضافه لمصر، لان ده معناه ان في ناشئين وفي منتخبات وفي لاعبين كتير وكبار بيكونوا موجودين. انا بهني مجلس اداره النادي الاهلي، بهني حضرتك كابتن الخطيب ومجلس الإدارة المحترم على هذا الإنجاز، ونتمنى دائم التوفيق. الحقيقة نتمنى دائم التوفيق، ويمكن يعني أنا عندي شوية تحيز شوية علشان كاراتيه وصالة كاراتيه وأنا بتاع كاراتيه يعني، ففي محبة خاصة، لكن ببارك ليكم وألف مبروك. إن شاء الله دائما كل منشأ جديد إضافة جديدة لمصر، وكل لاعب موجود في قطاع ناشئين او كبار اكيد هو مساهم ان هو يرفع علم بلده، وان شاء الله نتمنى ان احنا نشوفكم كلكم في المنتخبات المصريه. دائم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على هذه الكلمه وعلى تشريفه ايضا لعائله النادي الاهلي. والحقيقة أنه الشيء بالشيء يذكر، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة النادي أيضا كما أعلننا بعد الاجتماع بالأمس، هناك 80 لاعب من لاعبي الكاراتيه بالنادي سيسافرون في يعني للمشاركة في بطولات مختلفة، ستبدأ في نهاية فبراير إلى النمسا ثم إلى تركيا. البعثة الأولى سيترأسها الدكتور مهند مجدي، وهو لاعب كاراتيه كما نعلم جميعا سابق، بالإضافة إلى بعثة أخرى تسافر في مارس. بالأمس عادت بعثة الغطس من هولندا برئاسة الأستاذ طارق أنديل، اللي لو سمح لي الكابتن محمود الخطيب والمعالي الوزير في تقليد للنادي، دايما ما بيكون عندنا مناسبة كده صاحب المناسبة بيعزم الحقيقة كل السادة الحضور، فمن حسن الطالع أنه الأستاذ طارق أنديل النهاردة عيد ميلاده بيتزامن مع افتتاح الصالة، فعايزين نقول له كل سنة وانت طيب. فمش عارف حضرتك بقى هيعزم أسرة الكاراتيه ولا قرار مجلس إدارة هيكون إيه، لكن عموما كل سنة والأستاذ طارق أنديل طيب وعيلة الأهلي طيبين. قبل ما نستمتع بعروض لأولادنا البراعم والأشبال اللي احنا شايفينهم، الآن يقدم الكابتن محمود الخطيب درع النادي الأهلي للسيد وزير الشباب والرياضة، فليتفضل. أسرة الكاراتيه يقدمها دكتور مراد عاصف. درع من أسرة الكاراتيه يقدمه الدكتور مراد عاصم للسيد وزير الشباب والرياضة. خدني معك بقى. هناك درع أيضا مقدم من أسرة الكاراتيه لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. شكرا لأسرة الكاراتيه وكل التوفيق لهم. والآن نستمتع بأبنائنا في هذا العرض لأشبال الكاراتيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع أبنائنا من أبناء النادي الأهلي في الكاراتيه وعرض لبراعم ومدارس الكاراتيه من الحزام الأصفر والبرتقاني في الأعمار السنية من 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات. تفضل يا كابتن. والآن سوف يؤدي اللاعبين بعض أساسيات الكاراتيه الأساسيات الخاصة بالحزام الأصفر. اللاعبين لم يستمر على تدريبهم أكثر من 3 شهور والآن مع مجموعة أخرى من أبطال النادي الأهلي وأبطال البراعم والألوان المختلفة للأحزمة يؤدوا بعض الأساسيات للكاراتيه ويؤدوا بعض الكتات. يؤدي اللاعبين الكاتا الثالثة وتسمى هيان ساندان. يعتبر هؤلاء اللاعبين من أبطال الجمهورية وأبطال القاهرة في الكاراتيه في مراحل مختلفة من الأعمار.
والآن مع أبطالنا من أبطال ذوي القدرات الخاصة وأول فريق للنادي الأهلي من أبطال القدرات الخاصة في الكاراتيه. وسوف يؤدي اللاعبين بعض أساسيات الكاراتيه بالإضافة إلى الكاتا الأولى. ويعتبر فريق الكاراتيه من ذوي القدرات الخاصة عمره التدريبي سنة، والحمد لله يعني بدأنا نخش بطولات وربنا يوفقهم إن شاء الله في الفترة القادمة. وهؤلاء اللاعبين كما هم أبطال في رياضة الكاراتيه فهم أبطال في السباحة وفي ألعاب القوة. والآن مع اللاعبة سلمى علاء بطلة العالم في الكاراتيه والحاصلة على المركز الأول في بطولة العالم بأسبانيا والحاصلة أيضا على وسام الحاصلة على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الرياضة. تفضل يا سلمى.
عائشة سلمى. والآن مع فريق أبطال الجمهورية في الكات الجماعي أعمار 2006، تفضلوا. ويمثل فريق الجماعي اللاعب يوسف صبري، واللاعب زياد عبد الله، واللاعب عمر أحمد عبد الله. شكرا فريق جماعي. والآن مع اللاعب يوسف عبد الله، يوسف أحمد 8 سنوات، وهو بطل جمهورية في مرحلة البراعم 8 سنوات. شكرا للبطل يوسف. نشكر أعضاء مجلس الإدارة، ونشكر السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة. شكر جزيل وموصول لأسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي. الحقيقة مع الوزير زميلتنا ريهام بكير بتنبهني إن حضرتك كنت لاعب كاراتيه، هل ده صحيح؟ حضرتك كنت لاعب كاراتيه؟ أنا ما سمعتش، يعني الحقيقة من حسن الطالع. الحقيقة في الختام وتأكيدا على
كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدور المجتمعي والوطني للنادي الأهلي لا يخفى على حضراتكم أنه بكرة إن شاء الله سوف تستضيف صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بطولة كأس إفريقيا الأندية أبطال الدوري للسلة، يعقوبها بأيام قليلة بطولتي الكرة الطائرة للسيدات والرجال. وهذا الأمر الحقيقة بيتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، هذا العمق الإفريقي الكبير اللي بيؤكد على دور الحقيقة مهم وحيوي للنادي الأهلي، لأنه الرياضة واحدة من أهم الجسور التي تبني علاقات وطيدة وتسهم في تمتين وتوطيد هذه العلاقات، وهذا دائما هو دور النادي الأهلي. فكل الشكر والتقدير لجمعياته العمومية، لجمهوره، لمسؤوليه، لمجلس إدارته. وفي الختام دائما تحيا مصر وعاش النادي الأهلي، وصورة تذكارية نختتم بها هذا اللقاء. شكرا يا كابتن. شكرا معالي الوزير. اللاعبين يتفضلوا، تعالوا هنا.